وانا لقيت حيه والله طبت وراي قوني هذيك ما سحرانين هنداكم والله حيه فتحت جاي افتح الهذي ما طوف كان طوف هناك هذيش وعوة طب ورا الخشب هذيش جيت عليه طبت بزرف بعد وحدة انا عباله ابو بريس هي طلعت لسد الفتحه مشكله عندي ترميم بالبيت فصاير هوسه زين ديكور ده اسوي بالبيت ترميم فلازم استعجل اجيب عمال خلي يشيلون هذا كل الاغراض ورا البيت ورا البيت يمكن كل حياية شفتوا وش طولها اول مرة اشوف حياة من قريب والله العظيم سبت وخليها صار بي خل اروح اسدها للفتحة مال الحية حتى لا تطلع شلون زرفت الحياة ما ادري خليت وقتين تجي ستايلون بالفتحة هذاك اليوم اني صبيتها هاي شي بسرعة سويت فتحة ما ادري سمنت والله راح بعدين اخلي سمنت وقتين هسه اذا اطلع زين والله راد تعظمي شيتت عليه هم زين ربك بس ما ادري هاي جماعة تسوق الغزل شباب شوفوها يعني هاي تعظ سامة لا انا شايفة بسوق الغزل ما تعظ بس هاي ما اعرف شو معرفني بيها